السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحبابي متابعين ومتابعات قناة تفسير الأحلام مع عبد الله السيد؟ عاملين إيه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على سر عظيم وعمل واحد فقط لو أنت فعلته بإذن الله عز وجل في العشر من ذي الحجة إن شاء الله. هذا العمل بقيمة 500,000 يوما عبادة، يعني خلي بالك العمل ده كأنك في العبادة وذكرت الله عز وجل 500,000 يوما. فبإذن الله لو أنت عملت العمل ده أنت هتشوف حياتك كلها تتغير بالكامل من أول جانب في حياتك لآخر جانب في حياتك، حياتك كليا هتتغير لو أنت عملت الأمر ده، لأن الأمر ده وفي العشر من ذي الحجة بيحقق المعجزات. طب إيه هو هذا الأمر يا عبد الله؟ إيه هو الشيء اللي أنا هعمله في العشر من ذي الحجة؟ هبدأ بإذن الله في ذكر التفاصيل، بس قبل ما أبدأ أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك ودعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا جماعة نبدأ في ذكر التفاصيل وهذا الأمر إن شاء الله. طبعا الأمر هو يا جماعة بعنوان صيام في العشر من ذي الحجة. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في البداية أن الصالح في العشر من ذي الحجة بمئة ضعف أي عمل في أي يوم تاني. جماعة اليوم اللي هصومه في العشر من ذي الحجة بأجر سنتين صيام، يعني 24 شهر، خلي بالك اليوم ب 24 شهر. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فهو لي، ده حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت عملت حسبة كده وجمعت وقعدت تجمع 1 2 3 زي ما أنا جمعت كده وبعض من المشايخ الأفاضل والدعاء الكرام جمعوا هذا الأمر، فقالوا يا جماعة أن صيام اليوم يوم واحد فقط من ذي الحجة من العشر من ذي الحجة يعادل 500,000 عبادة. وزي ما قلت لك بعض المشايخ الأفاضل والدعاء الأجلاء هم الذين قالوا هذا الأمر وعملوا حسبة بسيطة كده. فتخيل أنت يوم واحد تصومه من عشر ذي الحجة يعادل 500,000 عبادة. عارف يعني إيه؟ يعني اليوم ده هيبقى ب 16,000 شهر. خلي بالك ليلة القدر خير من 1000 شهر. اليوم اللي انت هتعبد فيه الله عز وجل، اليوم اللي انت هتصوم فيه في العشر ذي الحجة بيعادل 16,000 شهر. تخيل هذا الامر. زي ما قلت لك الامر ده انا مش جايبه من عندي، علماء ودعاء هم الذين قالوا هذا الامر. فانصحكم يا جماعة بالصيام في العشر من ذي الحجة هذه الايام العظيمة المباركة وباذن الله هتشوفوا المعجزات. فبس كده يا حبايبي، ده كان فيديو كده قصير حبيت افيدكم بيه، وبس كده اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.